يمكن ناس كتير مش واصل لها ان فلاش بيتم اصدارها الى الان، وان كمان في معرض القاهره الدولي للكتاب في السنه دي في 2019 هيتم اصدار النسخه 86. من سنه بقى 90 لحد 2000، من سنه 1990 لحد 2019 كان ايه الجديد اللي حصل؟ يعني الجديد اللي حصل هو التغيرات الاجتماعية والثقافية نتيجة يعني طغيان التكنولوجيا بشكل مكثف جدا، والمتوالية بتاعت التنامي بتاعها عليت. يعني أصبح دلوقتي من السنة للسنة بيحصل فيها تطورات زي مثلا زمان من 100 سنة ل100 سنة، وبالتالي كان لازم يحصل تغيرات كتير، مش في فلاش بس، في كل الكتب والمجلات والقراءة الورقية اللي كانت زمان هي بالضبط زي ما حسام قال، كانت بدل الآيباد والحاجات دي ما كانش في غيرها، ما كانش في دش قناة التلفزيون، كان قناتين أو ثلاثة بس وبيقفلوا في وقت معين. صحيح. فكان في تعلق شديد من القارئ بالمطبوعات. صحيح. الوقت الحالي خلاص في. طب ليه فلاش ما طورتش نفسها وبدأت تدخل في البي دي اف، مجال البي دي اف بقت تنزل بي دي اف اكتر للناس، بقت تتعرض على جوجل اكتر للناس، او يتم بيعها في موقع زي امازون مثلا؟ ليه ما اتعملتش كده، طورت نفسها بحيث ان تواجدها يبقى كلنا حاسين بيه؟ هو ده بالفعل هيحصل، او احنا بنبتدي دلوقتي هنعمل، يعني دي مفاجأة ان شاء الله تكون قريبة، يعني مفاجأة كبيرة جدا هتخلي فلاش يعني ميلاد جديد ليها، للجيل الحالي والأجيال اللي جاية كمان، مع من ضمنها هتبقى البي دي افات هتبقى موجودة بس بشكل قانوني، مش بشكل القرصنة اللي هو موجود حاليا. لا شكل قانوني وتدفع فيها مبلغ بتاع يعني حقها ومن غير، يعني هو بس انه تبقى من خلال الموقع بتاع بالاشتراك في الموقع، الشركة العربية الحديثة اللي هي كانت سابقا المؤسسة العربية. وفي نفس الوقت هيبقى فيه جيمز كمان مستمدة من شخصيات فلاش كلها بالتيمة اللي لها علاقة بفلاش، يعني مثلا بدل الشخصيات. بنتكلم في عمل تلفزيوني بنتكلم في عمل تلفزيوني. ان شاء الله بإذن الله حاجة كويسة ويعني تليق باسم فلاش وتاريخه وارتباط القارئ بيه، لانه فلاش قوي بالقارئ بتاعه اللي هو يمثل دلوقتي حوالي 40 45% من المصريين.